بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أبنائنا طلاب الصف الأول السنة، إن شاء الله النهاردة lesson 5 and 6، يعني الدرس الخامس والسادس من unit 2، ولكن دايما كلنا مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة للفوكاب معانا كلو، كلو يعني دليل، كلو يعني دليل أو مفتاح حل اللغز. كوك يعني يطهو أو الطاهي، البيرسون نفسه بنسميه كوك. وعندنا كوك يعني يطهو، وجاي منها كلمة كوكر، كوكر يعني الموقد أو البوتاجاز بنسميه كوكر، كوكر سي دبل أو كي إي آر. أقول ماي ماذر إز أ كوكر ولا a cook؟ طبعا my mother is a cook، لكن we have a cooker، we buy a cooker، يعني اشترينا موقد او بوتاجاز. crew يعني crew يعني طاقم سفينة او طاقم طائرة، crew. cross يعني علامة، اللي هي علامة الزاد والنقطة دي بنسميه cross. direction، direction يعني اتجاه، give direction يعني يتبع اتجاه او follow directions. escape يعني يهرب، escape. head يعني رئيس او قائد، head. island يعني جزيرة، الاس silent بقول island. magistrate، magistrate يعني قاضي او محقق، magistrate يعني قاضي او محقق. map، map يعني خريطة، map. rich يعني غني، rich يعني غني او ثري. رب يعني يسطو على، وبيجي وراها المكان او الشيء او الشخص اللي انسطى عليه. اقول لك هي ربد ماي ماذرز باك، يعني سطى على حقيبة مامتي، هي ربد ذا بانك. لكن عندنا الكلمة المقابلة ليها ستيل يعني يسرق، بيجي وراها الشيء اللي تم سرقته، هي ستول ماي ماني يعني سرق مالي. يبقى هنا ستيل، ستيل يسرق وبيجي وراها الشيء، اما روب المكان او الشخص. سيل يعني يبحر، سيل جاي منها سيلر، سيلر يعني بحار، سيل يبحر، سيلر اللي هو البحر. سيكريت، سيكريت يعني سري، سيكريت. سيرفنت، سيرفنت يعني خادم. ذا ريست، ذا ريست يعني الباقي. تريجر، تريجر يعني الكنز. بالنسبة عندنا أسئلة على الفوكاب. ذا شيب سبيس هيلبد each other to control the situation. طبعا طاقم السفينة أو طاقم الطائرة بنسميه عندنا كرو. عندنا هنا كرو ان طاقم السفينة او الطائرة. the police found a speech that helped them solve the crime. الشرطة وجدت ايه ساعدتهم على حل الجريمة؟ طبعا كلو، كلو يعني مفتاح اللغز. unfortunately لسوء الحظ. the burglar اللي هو لص الليل is beat the house، طبعا هنا robbed the house لان جاي وراها المكان، في عندنا stole بس ده الشيء. Space is the most important person in an organization. أهم شخص في المنظمة أو المؤسسة ده بنسميه إيه؟ head. head يعني القائد. Space is someone whose job is to live in another person's house. يعني يعيش في منزل شخص آخر. And do jobs ويقوم بأعمال for them such as cleaning مثل التنظيف. طبعا اللي هو مين؟ servant يعني خادم. servant خادم. To space is to succeed in leaving a place when someone or something is trying to stop you. تنجح في انك تهرب من شخص بيحاول الامساك بيك، طبعا هنا to escape اللي هو يهرب. A space is someone who decides if a person is guilty. الشخص اللي بيقرر ان كان الشخص ده مذنب or falls serious crimes in a court في المحكمة، طبعا مين اللي هو magistrate القاضي. A space is a group of valuable things such as gold حاجات قيمة زي الذهب، silver الفضة، jewels مجوهرات، طبعا هنا treasure، treasure يعني كنز. A space is a piece of land completely surrounded by water يعني محاطة تماما بالماء، طبعا اللي هي مين؟ island الجزيرة. A space is a mark يعني علامة used on paper to represent where something is or where something should be. طبعا هنا في عندنا plus يعني زائد، في عندنا cross، cross يعني علامة، و equal دي معناه يساوي، و minus ناقص، لا طبعا احنا عايزين cross. معانا كده
بالنسبة للجراماتيكال هنتس عندنا سينس، سينس يعني منذ، سينس منذ لها أكتر من معنى. سينس دي بتيجي مع البريزنت بيرفكت المضارع التام، بيجي بعدها مدة زمنية، بداية المدة الزمنية وقبلها بريزنت بيرفكت مضارع تام. I have lived in Aswan since 2020. I have been living in Aswan since. لإما مضارع تام لإما مضارع تام مستمر، مضارع تام مستمر أو قبلها ماضي تام إذا كان في إشارة للماضي زي عندنا هنا. I had lived in Aswan since 2020 before I left. طبعا هنا ماضي، لابد يبقى هنا ماضي، فالمضارع التام يبقى ماضي إيه؟ ماضي تام في حالة وجود before I left، أو فعل في الماضي يبقى أشار إن الجملة ماضي. الماضي التام المستمر I had been living in Aswan since 2020 before I left it last year، برضو هنا لإما ماضي تام أو ماضي تام مستمر. طيب هنا بقول لنا since ممكن تيجي وراها since ماضي بسيط، يبقى since معناها بداية المدة الزمنية أو past simple ماضي بسيط. I haven't slept since my mother stayed in hospital، يبقى هنا مضارع تام ماضي بسيط أو مضارع تام مضارع تام. I haven't slept since my mother has stayed in hospital، طبعا بيقترب المضارع، المضارع التام من الماضي البسيط، حدث بدأ وانتهى ده ماضي بسيط، حدث بدأ وما زال مستمر ده مضارع تام. القاعدة الأساسية عندنا since قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط، نادرا لما تبقى مضارع ايه؟ مضارع. بالنسبة عندنا لسنس ممكن يكون بعدها الفيرب بلس اي ان جي لو ما عنديش فاعل. He has worked for the same company since he left، ده طبعا الماضي البسيط. طب لو انا ما عنديش فاعل يبقى since leaving school الفيرب بلس اي ان جي، يبقى since he has worked for the same company since leaving school means since he left school. قال لنا ممكن استخدم its ومدة زمنية او it was ومدة زمنية ايضا مع since وبعدين ماضي بسيط. بقول its او it was او has been او had been ومدة زمنية او مدة زمنية محددة وsince وماضي بسيط مثلا، او مدة او بداية المدة الزمنية. it's 2 days since I saw، طبعا اكثر الجمل بتبقى عندنا its. It was the first time that I met the manager since last Monday. Since last Monday. يبقى هنا since ماضي بسيط، ماضي بسيط وعندنا since مدة زمنية. تستخدم since مع الماضي لتشير لمدى زمني ما بين فترتين. يعني أقول لك in 2017 من 2017 he scored the goal to send Egypt to their first World Cup finals since 1990. يعني في 2017 هو طبعا أحرز هدف جعل مصر توصل لكأس عالم 1990. يمكن استخدام since then أو since دون تغيير زمن، يعني ممكن أقول since أو since then، ونفس الكلام قبلها مضارع أو ماضي للتعبير عن مدى زمني منذ ذلك الحين إذا كان الوقت المشير إليه مفهوم من السياق. I returned home at 3 PM. I haven't gone out since then أو since، لما أقول out since أو since then طبعا تبقى إيه هنا since then أكتر استخدام لأن since بيجي معاها then. تستخدم since بمعنى لأن، وفي هذه الحالة تستخدم as أو because. He didn't answer the phone since. since هنا معناها إيه؟ because he was angry. طبعا ملهاش بقى التزام بجمل أو بنوع الجملة بتاعتنا لأن معناها لأن وليس منذ. He didn't answer the phone because he was angry or angry. He didn't answer because as he as. يبقى معنى كده ان since معناها لأن، يعني تعتبر من الروابط الدالة على cause يعني السبب، بتدينا معنى لأن بتسوي because أو as. بالنسبة لصيغة الكوزيتيف نركز فيها كده، تستخدم صيغة المفعول لأجله، ودي مهمة جدا وبتجيلنا دايما في الامتحانات، لتعني أن الفاعل أقنع أو دفع مال أو جعل شخص آخر يقوم بالفعل. يعني ايه برضو الكلام ده؟ يعني الفاعل بتاع الجملة اللي هو السبجكت ده هيجعل شخص اخر يفعل، يقوم بايه؟ بالفعل او يقوم بعمل الفعل المفعول لأجله. وطبعا بتكون من ركنين، لإما have لإما get. في صيغة المبني للمعلوم، في صيغة المبني للمعلوم يعني جملة معلوم وليست مجهول، بجيب الفعل وبعدين مع have بجيب المصدر مباشرة، يبقى subject وبعدين اللي هو المفعول لأجله، يعني المفعول. we have verb to have عموما بيتشكل مع أي زمن معايا،
والفاعل بتاع الجملة، وبعدين بجيب مصدر الفعل. عندنا هنا المفعول لأجله بجيب get وبعدين الفعل وتو، يبقى جيت بتجيب معاه تو، اما هاب ما بيجيش معاه تو في حالة ان يكون عندي فعل عاقل. فعل ايه عاقل؟ I had a doctor check my blood pressure. دكتور تشيك. طب لو قلت I got a doctor to check، يبقى جيت بيجي معاه تو، اما هاب بدون تو بتساوي I have a doctor to check my blood pressure. طب لو جملة passive مبنية للمجهول هنعمل ايه؟ برضو المفعول بتاعي ثابت اللي هو المفعول لأجله، وعندنا هنا have وعندنا هنا get، طبعا قلنا بالشكل تبع زمان الجملة، وهنا مفعول غير عاقل، يعني كل لما يكون عندك غير عاقل نجيب، وهنا برضو المفعول غير عاقل، يعني الجملة الاثنين passive. في الحالتين بجيب التصريف التالي، لا في to ولا في ing ولا في اي اضافة، في الحالتين تصريف تالي. I had my blood pressure checked، أو أقول I got my blood pressure checked. يبقى المجهول يتفق الاثنين get و have لأن بجيب التصريف الثالث. طب يعني إيه يعني أعرف إنه مجهول؟ إن عندي بعد هنا بعد المفعول بتاع الجملة غير عاقل، غير عاقل. طب بالنسبة للsuperlative adjectives صفات أو صفات التفضيل اللي هي الصفة القصيرة بنضيف لها est وقبلها ذا، وطبعا لو واي بتحذف ونضيف est اللي واخدين ده الكلام ده كله بالتفصيل في مرحلة اعدادي. الصفات long adjectives بتطبق the most او the least، يعني الاقصر او الاقل، the most او the least. the lion is the most dangerous animal، the rabbit is the least dangerous animal. في عندنا بتتحول الصفات القصيرة الى صيغة التفضيل ان انا بضيف est، ولو فيها e بضيف est فقط، ولو في y بتحذف ونضيف iest. وطبعا في البداية بنجيب ذا وصفة وعندنا est او est او iest. fastest في عندنا lazy lazest، حذفنا الواي ضفنا iest. في عندنا close the closest ضفنا est فقط، وهكذا باقي الصفات. تتحول الصفات الطويلة إلى صيغة تفضيل بأن نسبق the most يعني الأكثر أو the least يعني الأقل. لا تستخدم ذا قبل صفة التفضيل بعد الأرقام الترتيبية. يكون عندنا first, second, third, fourth. Cairo is the first largest city in Egypt. لا تستخدم ذا قبل صفات التفضيل عندما يسبقها ضمير ملكية أو صفة ملكية، زي my, his, her, your, our, their, its، أو اسم منتهي بأبوستروف اس الملكية. Cairo is Egypt's largest city. إذا راحت فين؟ اتحذفت لوجود الأبوستروف اس. السما your youngest sister، طبعا your حذفت، برضو عندنا your هنا كصفة ملكية حذفت عندنا إذا. noun phrase يعني بنسميها كده عبارة اسمية. يعني العبارة الاسمية اللي بتتكون من مجموعة كلمات كده على بعضها وبتديني فعل الجملة، معنى فعل. أقول my favorite subject is English. my favorite subject أربع كلمات دول كلهم فعل جملة، اسمها عبارة اسمية بتديني اسم الجملة. we all respect صلاح the desire to help others، طبعا دي كلها اسم أو جملة اسمية. I want to know more about صلاح the desire to help others، طبعا زي تركيبتها كده جار أو مجرور. التصريف الثالث اللي هو PP اللي أنا مركز فيها جدا جدا جدا، قال لك أحيانا يستخدم التصريف الثالث اللي هو PP كبديل لعبارة الوصل. كبديل لعبارة الوصل الجملة اللي لو رجعناها لأصلها هنجدها مبنية للمجهول، يعني هو whom which that، وجملة مبنية للمجهول وتصريف ثالث. هنا هروح عاملين ايه؟ هنروح حذفين ضمير الوصل اللي هو او whom او which او that و verb to be اللي هو am is are او was or، وهنربط الجملتين بالتصريف الثالث فقط. يبقى يحذف ضمير الوصل، يحذف ضمير الوصل اذا حل محل محل عندنا او تبع بجملة مبنية للمجهول او جاء بعده جملة مبنية للمجهول، فبيحذف ضمير الوصل اللي هو او which او whom او that و verb to be اللي هو صيغة المبني المعروف المجهول بتتكون من verb to be والتصريف الثالث، فيتحذف ضمير الوصل و verb to be هيتفضل للتصريف الثالث اللي هيربط لي الجملتين ببعض. يعني ايه الكلام ده؟ برضو تعال نشوف مثال. I have a cousin who is called كريم. is called دي passive
verb to be تصرف تالت هنحذف who و is. هيتفضل لي called فقط يربط الجملتين ببعض. I have a cousin called Karim. They have the skills which are needed. هنحذف which you are تفضل لي needed. They have the skills needed to monitor wild animals. Okay. طيب تستخدم as بمعنى كي ويأتي بعدها اسم يدل على الوظيفة أو المرحلة العمرية أو الدور أو المظهر. ناخد بالنا من as ليس التشبيه. as هنا كي بيجي بعدها وظيفة يعني فكت حق حاجة ثابتة يعني وظيفته مرحلته العمر عمره كذا دوره مظهره. as a student كطالب يبقى هنا دوره. سما is very clever. Captain Passim works as a police officer. جاي وراء الوظيفة يعني بيشتغل ضابط شرطة. عندنا هنا يأتي التصريف الثالث بعد as ويكون اختصار لجملة مبنية للمجهول. as أما أقول he works hard as planned. مفروض هنا أصل الجملة he works hard as it has been planned. تحذف it has been وتفضل التصريف الثالث. تستخدم as أيضا كروابط أو كرابط بمعنى لأن بتديني معنى لأن أو بمعنى بينما. لو معنى بينما بتستخدم زي المضارع while when اللي هو past continuous ماضي مستمر و past simple. He fell asleep as he was watching a film أو while he was watching a film. As she was ill. As she was ill she didn't go to school. لأنها هنا as معنى لأن. الفعل own معنى يمتلك. own يمتلك طبعا بيأتي قبل اسم الشخص شيء للتأكيد على أن الشخص ده بيمتلك الشيء ده. I relax well in my own room. own معناها own ويأتي بعد own بعد صفات ملكية يعني own my own room حجرتي الخاصة. I can't help you because he is busy doing his own homework. يبقى own يمتلك my home my own his own hair your our their it's يعني بعد صفات الملكية. يمكن أن تستخدم own أيضا كضمير وفي هذه الحالة بعدها اسم. أقول لك this is my wife's car. my own يعني بتاعتي. يبقى هنا own معناه إيه؟ الخاصة بي أو ملكي. is being checked in the garage. يبقى my own هنا own كناون اسم. يبقى own ممكن فعل أو اسم. طبعا العناوين الجمع اللي هو plural titles. العناوين الجمع سواء عناوين الكتب أو المؤسسات في صيغة الجمع بتاخد فعل مفرد بالرغم ان هي جمع بس ناخد بالنا ان هي بتعامل هنا كاسم تركيبي فبتاخد اسم ايه مفرد. line guardians يعني الواصي او الحراس على الاسودة is a success history. طبعا هنا سواء اسم الكتاب او اسم القصة طبعا بالرغم ان هو جمع بس هو ايه هو عنوان كتاب هو اسمه هو كتاب واحد او نوع عنوان واحد فطبعا is لانه بيعامل مفرد. 1001 nights يعني لألف ليلة وليلة طبعا دي كتاب. has been translated into several languages. has been يعني تم ترجمته الى طبعا الى لغات عديدة. has been translated but وبقت still. تستخدم but طبعا عارفين ان but للتناقض يعني بتعبر عن الكونتراست يعني تناقض في المعنى. I asked for another glass of oranges. انا طلبت زجاجة عصير اخرى but there was no more. but there was ولكن لم يكن موجود. but still تعبر عن تناقض في التوقع او الرأي يعني متوقع ان الايه ان هو مازال رأيه ثابت مثلا. there was no more oranges but still she asked for another يعني ما عادش وما زالت بتطلب فمعنى كده ان يعني تناقض في توقع شيء. thanks to معناها بفضل بتساوي because of او due to يعني معناها او تعبير من التعبيرات اللي بتعبر عن cause السبب وبيجي وراها noun او verb plus ing. thanks to بيجي وراها الverb plus ing او النون بتعبر عن cause السبب بتديني في المعنى because of أو because of أو due to أو owing to يعني بسبب بتساوي في المعنى because أو since أو as بس دول بيجي وراهم إيه sentence وجملة. طبعا بنسميهم هنا cause connectors أو conjunction يعني روابط للسبب. يبقى عندنا thanks to because of due to owing to بيجي وراهم noun اسم أو الverb plus ing بيساوي مين بيساوي because أو since أو as اللي بيجي وراهم sentence وجملة. We could solve our problems thanks to your help يعني بفضل مساعدتك.
بتساوي because you helped us، يعني because جه وراها sentence. تعالوا كده نشوف أسئلة على language hints. That man had his kidney space and his brother. طبعا هنا transplanted. That man، هذا الرجل، has his kidney transplanted، يعني تم نقلها. طبعا هنا مفروض ان الجملة which is transplanted، فحذفت which و is وتفضل التصريف الثالث. I went to the mechanic to have my car repaired. My car repaired يعني لإصلاح سيارتي. طبعا هنا غير عاقل، تصريف ثالث بعد have. Gulliver's Travels دي اسم ايه؟ قصة، اسم جمع، بس هي تعمل مفرد. Is a children's novel. We have studied English. We have studied English عندنا مضارع تام وساعة وسنة، يبقى هنا since. I sleep well in a space room in my own room، في حجرتي الخاصة. طبعا كلمة own قلنا تسبق بضمير ملكية. Is a teacher. I have the qualities. طبعا هنا as a teacher قلنا as بجوار وظيفة. Rodina has a cousin. زمزم طبعا هنا called زمزم. مفروض الجملة أصلها إيه؟ Who is called زمزم. طبعا ما فيش عندي who is، واللي ممكن أقول who was برضو. مفروض who was، فمع حذف ضمير الوصل و verb to be اتفضل التصريف الثالث. It was 2 years since it was، وعندنا since ماضي بسيط وراء. What Mr. Ashraf does because he has been very ill recently. Does what Mr. Ashraf does has what Mr. Ashraf does، يعني ما فعله Mr. Ashraf is because he has been very ill recently. ما فعله is يعني يكون كذا. طبعا الجملة ايه بتفسره؟ Mr. Nasser is my best friend. قلنا my أو صفة ملكية، يبقى نيجي وراها أسلوب التفضيل بدون the. مفروض the best، ولكن my حذفت the. Especially she was busy. She refused to help me. لأنها كانت مشغولة، يبقى هنا as she was. لأن اللي بيجي وراها جملة as أو because أو since. Last August I went to Alexandria for the second time. طبعا هنا since 2020. طبعا هنا last طبعا دي ماضي. Last I went to Alexandria for the second time since 2020. طبعا هنا since مدة زمنية. I did the job well since agreed ولا like ولا for as agreed. طبعا هنا as كان متفق عليه، يعني كان حاجة متفق عليها. As agreed كدوره يعني ان هو متفق عليه. We have the equipment needed for our needed. طبعا which is needed، طبعا حذفت which is وتفضل للتصريف الثالث. I have my blood pressure checked. have وعندنا غير عاقل، يبقى تصريف ثالث checked. أحمد hasn't gone out since he طبعا went home last. عندنا since مضارع ماضي. His base on car is a guy. His own car. His عايزين صفة ملكية اللي هي his. The last match was Salah's greatest. هنا حذفت ازاي؟ لأن عندنا أبوستروف اس الملكية. I got a plumber يعني سباك. I got وعندنا عاقل يبقى to fix. She left an hour ago. She hasn't returned since then. ممكن أقول since أو since then. I arrived home before mom was preparing lunch. طبعا هنا as I arrived home. I arrived home يعني أنا وصلت المنزل. as mom was بينما مامتي بتعد. طبعا مضارع ماضي مستمر ماضي بسيط، كأنها بتعادل هنا while. I have my son space after the trees in our gardens. طبعا هنا I have عندنا have وعاقل، يبقى look المصدر فقط. As space ice is lighter than water. As none كمعروف. طبعا هنا التصريف الثالث as none كمعروف، يعني كده التصريف الثالث هنا. ان التصريف الثالث هنا as مفروض اصل الجملة as it has been none. As it has been none. وطبعا هنا خدنا التصريف الثالث. Space I was very tired. I didn't finish studying unit 2. هنا because
of ولا since. طبعا since ليه؟ لان since بيجي وراها جمله، اما because of بيجي وراها الفيرب بلس ing او نو. طبعا الجمله بتعبر عن السبب. That isn't my tablet, my own. my own يعني بتاعي، ملكي. طبعا هنا own استخدمت كنون اسم. my own is Samsung، بتاعي. طبعا هنا Samsung يعني نوع Samsung. ومن هنا وصلنا لنهاية الجزء الخاص ب grammar hints، وانتظرونا مع test unit. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.